المريض او المواطن المصري اللي هيكون محتاج لهذا الدواء ما يقلقش منه انه يكون اقل جوده من الادويه الاوروبيه او الادويه اللي بتيجي من بره. دي انا عاوز اوصل له رساله واضحه ان في بدءا من اختيار المورد مرورا بالاختبارات اللي هتتم عليه داخليا هنا في الشركه وخارجيا بهيئه الدواء، لان هيئه الدواء معانا خطوه بخطوه سواء دعما قبل الرقابه، لان هم بيدعمونا ومن المؤسسات اللي دعمت الشركه هنا دعم قوي جدا عشان نوصل للمرحله اللي احنا فيها. مرورا بقى بالرقابه، هم معانا شركاء صناعه وفي نفس الوقت رقباء علينا ان يتاكدوا من الجوده بتاعه المنتج من اول الماده الخام ومرورا بالتصنيع وانتهاء بالمنتج النهائي ان شاء الله اللي هنوصل له قريبا. هيئه الدواء معانا خطوه بخطوه هتحضر معانا التحضير وهتسحب عينات تحللها في معاملها، ده بالاضافه لشغلنا احنا في المعامل. ويمكن زميلتنا الدكتوره عبير الشربيني مديره الجوده هتستفيد في هذا الموضوع. الانتاج والدواء اللي هيبقى منتج ده هيبقى موجود امتى في السوق المصري؟ احنا فين يعني نبذه كده للقناه وللمشاهدين، احنا فين دلوقتي؟ احنا المصنع الحمد لله تم انشاؤه في سنه ونص، يعني احنا واخدين الرخصه الانشائيه من هيئه التنميه الصناعيه اللي برضك من الهيئات المهمه والمؤسسات اللي هي دعمتنا دعم لا حدود له، انا بشكرهم. هم دعمونا جدا لغايه ما خدنا الرخصه الانشائيه في الاول وعملنا المصنع. احنا خدنا الرخصه في شهر مايو 2021، طبعا دي كان اول تعتبر البدايه الحقيقيه لتنفيذ المشروع. في قبل كده كانت في مجهودات بذلت وبنشكر زمايلنا اللي عملوها من قبلنا، ان احنا كملنا على من حيث انتهى زمايلنا السابقين، لكن البدايه الحقيقيه كانت في مايو 2021 لما حصلنا على رخصه الانشاء. في خلال سنه ونص تم الانشاء، تم توريد المعدات، تم تركيبها، تم اختباراتها، عملنا اختبار للمنطقه الانتاجيه، اختبارات للمعدات، واحنا في اخر مرحله اختباريه دلوقتي قبل ما نخش نتنقل على المرحله الثانيه. اللي هي ايه المرحله الثانيه؟ احنا كده عندنا مصنع والحمد لله ترخص رايت فيرست تايم، يعني من اول مره، ودي حاجه يعني مجهود كبير اتبذل من كل فريق العمل هنا في الشركه ودعم غير عادي من هيئه الدواء وهيئه التنميه الصناعيه. فاحنا خدنا الرخصه خلاص بتاعه المصنع ورايحين للمرحله الثانيه اللي هي عمل التشغيلات التجريبيه. دي ان شاء الله مخطط ليها، احنا خلاص انتهينا من كل الاجراءات الاختبارات اللي كانت باقيه لنا، وهنعرض النتائج الاختبارات دي على زمايلنا او شركاء الصناعه اللي هو هيئه الدواء الصناعيه والمفتشين. وبالتالي متوقع انه الانتاج يكون امتى؟ المرحله بقى الثالثه، لان التشغيلات التجريبيه دي بتتعرض لاختبارات قاسيه جدا للتاكد من جوده المنتج وسلامته وثباته ان هو هيفضل فعال طول مده الشيلف لايف او مده الصلاحيه. فدي بتاخد وقت، بعد ما ننتج التشغيلات التجريبيه بتم عمل الدراسات دي ويتم عرضها، النتائج بتاعتها بتتم عرضها على هيئه الدواء المصريه عشان ناخد الموافقه النهائيه على ان البدء في التشغيلات الانتاجيه. فهو المخطط طبعا لو ان شاء الله مشي كل حاجه يعني كما نامل بدعم اللي موجود، اللي انا شايفه الروح الجميله مش من سيدك بس لا من الهيئات اللي معانا بتدعمنا، فمتوقع ان شاء الله ان في الكوارتر الرابع يبقى في الدواء ده موجود في متناول المريض المصري ان شاء الله.